عبد الرزاق حمد الله البومبر والهداف الفريق الاتحاد السعودي وافضل مهاجم للدوري السعودي. حاليا هذا اللاعب على رادار الاداره ديال فريق الرجاء العالمي وحاليا الاداره ديال الفريق برئاسه محمد بودريقه، وحاليا كيدرسوا الامكانيه واش عبد الرزاق حمد الله باغي يرجع للدوري المغربي ولا لا، لان في حاله اللاعب صافي مل من الدوري السعودي وبغي يرجع للبلد ديالو الوطن اللي هو الدوري المغربي، فالفريق اللي غادي ينافس عليه بقوه اللي هو الفريق الرجاء العالمي. ولكن السؤال اللي غادي نطرحه في هذا الفيديو، كيفاش عبد الرزاق حمد الله غادي ينتقل فريق الرجاء العالمي وشنو هي افضل امكانيه باش يجيبوه ان شاء الله لفريق الرجاء العالمي؟ والسؤال الاخير، شنو هما الايجابيات والسلبيات ديال عوده حمد الله لفريق الرجاء؟ المهم نبداو بالاجابه على هذه الاسئله كلها بالسؤال الاول، اللي هي الطريقه المثاليه للتعاقد فريق الرجاء العالمي مع حمد الله. بكل صراحة كنشوف انا كنظره شخصيه باللي كاينه حاليا طريقه وحيده من اجل التعاقد مع حمد الله، واللي كتجلى في اول حاجه اللاعب يفسخ العقد ديالو مع فريق الاتحاد السعودي، مور هذيك الساعات ينتقل فريق الرجاء العالمي في هذا الميركاتو الشتوي. يعني في هذه اللحظه هذه الانتقال ديال عبد الرزاق حمد الله من فريق الاتحاد السعودي لفريق الرجاء العالمي غادي يكون بشكل مجاني. اما اذا جينا نعولوا باش فريق الرجاء العالمي يشري عبد الرزاق حمد الله من فريق الاتحاد السعودي، فهاد اللاعب هذا على الاقل خاص يدفع فيه 3 ديال المليار باش ينتقل للفريق. يعني بالنسبه لي افضل طريقه باش ينتقل فيها حمد الله لفريق الرجاء كتجلى فسخ العقد ديال اللاعب مع الفريق ديالو، وديك الساعات كما قلت لكم غادي ينتقل بشكل مجاني. ولكن عاوتاني هنا تيجي السؤال الابرز، واش الاداره ديال الفريق قاده على الصالير ديال عبد الرزاق حمد الله ولا لا؟ لان في حاله الانتقال ديالو لفريق الرجاء العالمي فعبد الرزاق حمد الله غادي يبقى ياخذ على الاقل تقريبا 60 مليون في الشهر، يعني غير في ظرف 6 شهور خاص ضروري الاداره ديال الفريق تعطيه تقريبا 600 مليون. وبكل صراحه اذا جيت نشوف انا بنظره شخصيه، اصلا اذا مشيتي وتعاقدتي بمهاجم بطينه عبد الرزاق حمد الله وجبتي هذا المهاجم هذا مجانا الفريق ديالك، وبكل صراحه كنشوف باللي القيمه ديال الصالير ديالو ماشي شي حاجه، يعني كاين بعض اللاعبين تينتقلوا للفريق بتقريبا 900 مليون حتى المليار والصالير ديالهم تيكون تقريبا 30 مليون في الشهر، وفي التالي ما تيقدموش الاضافه نهائيه للفريق. اما عبد الرزاق حمد الله غادي يجي مجانا للفريق والصالير اللي غتعطيه غتحسبوا بحال القيمه ديال الانتقال ديال اللاعب للفريق. نمشيو دابا لاخر سؤال ونعطيكم المميزات والسلبيات ديال هذا اللاعب. وبكل صراحه عبد الرزاق حمد الله كنشوف بلي عنده بزاف ديال الايجابيات، خصوصا هذا اللاعب هذا كيتعتبر بين افضل المهاجمين اللي كيفينوا الكره في الشبكه. فمثلا اذا جينا نشوفوا الاحصائيات ديالو في المسيره ديالو كلها، فعبد الرزاق حمد الله شارك في 326 مقابله، من هذه المباريات استطاع باش يسجل 276 هدف وزيد عاوتاني صنع 58 هدف. اما من ناحيه فهاد الموسم هذا رفقه فريق الاتحاد السعودي فكنشوفوا من 20 مباراه سجل 15 هدف وصنع 3 ديال الاهداف، وهاد الاحصائيات حتى هي تعتبر ممتازه بزاف، خصوصا كنعرفوا باللي عبد الرزاق حمد الله ما كيلعبش 90 دقيقه كلها. اما من ناحيه العيوب ديال الانتقال ديال عبد الرزاق حمد الله لفريق الرجاء العالمي، بكل صراحه كنشوف بلي هذا الانتقال هذا فيه نقطه سلبيه وحيده، واللي هو بطبيعه الحال العمر ديال اللاعب، لان عبد الرزاق حمد الله حاليا في العمر ديالو 33 سنه، وبهذا العمر هذا ما غاديش يعطي بزاف الفريق، وغادي نشوفو تيلعب الفريق الرجاء العالمي يلا في موسم على الاكثر. المهم قبل ما نسالي هذا الفيديو ابطل الكومنتات واعطوني الراي ديالكم في حاله التعاقد ديال فريق الرجاء العالمي مع حمد الله. يلا في تيكن معكم حفيظ وتهلا.